الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. نعلم التكلم رمضان ما ستة نوم باغنو. الصيام ينقسم إلى قسمين فرض ونفل. نوم بدل عندك برتريكان نربند ما ينوم بأيتشيك ما ينوم. الفرض منه صيام شهر رمضان. نربند ما ينوم بالبتران رمضان ينوم. لابد أن يصوم المسلم. والمسلم نوم بالكل نربند ما. العاقل. بدي ما يرانيك. البالغ الكبير للصغير. رأي بورتيا يا مدير نبر سريع بكر كذا ربنا المستطيع خرج بهذا الغير المستطيع إما لمرض أو لكبر سن على بول كذي بول لبر كارن ربنا كذي بيل جاتا روجي غلو أني أتم رأي ما يا أرجل كو ربنا ميلا إنه منسلا مستوطن لا مسافر على بول ناتل استغلال مسك كذا بناجي كلام ياتر كارن ربنا ميلا وألا تكون المرأة لديها حيض ونفاس على بس تري يعني قل أرتبمو فصبحتمو إلا طلائلك يمسك عن جميع المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب نوم بندو برنجال فجرن ده بانج مدل مغربين ده بانج بره نوم بمريننا مريبن كارين مدل نمبتن ده كلاه نعم هذا الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان والله أعلم هذا إسلام من ده قدنجل نعلامت قدنجل رمضان نوم بانج أدار نعلامت قدنجل